السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد او وصفة جديدة. شكرا كاع الناس اللي دعموني في القناة. اليوم في هذا الفيديو غنحضر معكم رفيسة لعمية. غندوزو المقادير. عندنا هنا واحد البصلة مقطعة، عندنا مطيشة كذلك مقطعة، عندنا هنايا كاس مخلط ما بين الزيت الرومي وزيت البلدية، عندنا هنايا الفول، وعندنا العدس، وعندنا بطاطا. بطاطا كتبقى اختياريه. دابا غندوزو طريقه التحضير. دابا نديرو مطيشه والزيت تقريبا نص كاس، وغنديرو العدس والفول والملحه بحسب الذوق والبزار، تحميرة وخرقو معرق. صافي، وغنديرو هادشي يتقشحرو مزيان ونحطوهم فوق البوطة. جمعنا هاد العناصر، غادي نديرهم فوق البوطة حتى يتشحروا مزيان. كيف ما كتلاحظوا بعد ما تشحرات غادي نزيدو هذيك البطاطا. البطاطا كتبقى اختياريه، اللي بغى يضيف الحلبه يديروها، وحتى القديد راه كتجي زوينه. دابا غادي نزيدوها الماء، غادي نضيفو ليها الماء كيكون دافي. صافي، وغادي نسدو عليها حتى يطيب هذاك العدس والفول. كتلاحظوا بعد ما طابت البلول، طاب لينا العدس والفول، غنديرو واحد شويه ديال السمن باش كيعطي واحد المذاق. كيف كتلاحظوا هنايا قطعنا الخبز اللي كيكون شايط عليكم، كيكون بارد، قطعناه على هذه الطريقه بحال هكايا، وغادي نسقوه. كيف كتلاحظوا بحال هكايا، راه ما يضيعش ليكم الخبز. في الاخير هذه النتيجه ديال الرفيسه العاميه. غنديروا واحد المعلقه ديال الزيت العود، سقوها من الفوق. كيف كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي. كنتمنوا تابوناو عندي في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش دائما يوصلكم الجديد. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.